أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحقونا. إحنا الأول كنا بنقول يا تلحقونا ما تلحقوناش، النهاردة بنقول لكم الحقونا بجد. شفنا كلنا المكان اللي إحنا فيه في الخضرة الجميلة، في الأوبن إير الجميل ده، عملنا لقاءات مع إخواننا الفلاحين البسطاء، لأن إحنا أساسا برنامجنا للناس البسطاء. وتعالوا نشوف مصطفى وحسين عملوا إيه، الخبير والمترجم. يلا بينا أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لغز الأرض. احنا النهاردة في منطقة ناهية، ودي منطقة قريبة جدا من القاهرة، وبرنامجنا النهاردة عن كيفية زراعة الأرض، واحنا ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نجيب خبير من بره علشان يعين اخواننا الفلاحين ويقدم لهم المعلومات الزراعية القيمة، وهو خبير عاصرنا عليه بصعوبة، يعني لأنه متمكن جدا من مسألة زراعة الأرض دي، وهو موجود معانا وهيتفضل. بس بعمل دلوقتي أحب أعرفكم بالإخواننا الفلاحين الموجودين معانا، صاحب الأرض والفلاح اللي بيشتغل في الأرض. تعرف عليك عماد. عماد تعالى كده يا عماد شوية، خليه كده بس عشان إيه تبان إحنا بنصور في التلفزيون. أخ عماد، الأرض دي بتاعتك؟ دي مزروعة إيه؟ برسيم. نتعرف بيك؟ رضا. رضا انت فلاح؟ رضا مزارع يعني، بتزرع مزارع عند الحاج عماد. عند الحاج عماد، بس هو صغير. احنا بنقول له حاج عماد، ربنا كده، هو صاحب الارض فبنقول له حاج عماد. يا حاج عماد. والارض دي مزروعه برسيم. مزروعه برسيم. طيب انتوا عندكم استعداد ان احنا يبقى معانا خبير يوجهكم وتسمعوا منه النصايح في زراعه الارض؟ يعني انتوا تبقوا فرحانين بحاجه زي دي ان حد يساعدكم يعني؟ اكيد طبعا. ماشي. طيب اتفضلوا. اهلا وسهلا. يو ويلكم. ويلكم. اهلا وسهلا. اهلا. طبعا ده الخبير وده الاستاذ مصطفى اللي هيترجم، لان هو بيتكلم لغه روسي. نعم روسي، بيتكلم روسي. شوتو. طيب ويلكم. اهلا ويلكم. هو للاسف ما بيعرفش اي لغه تانية غير لغه بلده هو، فاي كلام معاه غير لغه تانية مش هيفهمها. طيب انا عايز بس حضرتك تسألهولي في الاول، هل هو بص الارض كده عارف مزروعه ايه؟ اتش اتش تشا تشا مو تشا تشا واكيو هوت بو يو تشات بوب. بقول لك ان ده برسيم. وعلق على الحمار على اسمه بياكل البرسيم يعني. طيب حضرتك سألوه لنا على الطرق الحديثه دلوقتي في الزراعات بره. نتعرف عليه الأول. هو اسمه واتشو ده جاك شو بقول وات شو بوتشي تشات على بات كوفرونت شن يا توتساتشي. أوه يا كات كات اسمه كيت كات. كيت كات. يا أهلا وسهلا، ده مسمي نفسه اسم مصر يعني بيحب مصر. هو والده كان موجود هنا في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان عايش في منطقة الكتكات، فمن حبه في المنطقة سماه كتكات. هو من حبه بقى في الكتكات وفي مصر سمى بنته الصغيرة إمبابة. يعني البنت اسمها امبابه كتكات. ايوه. ربنا يرزقها وتجيب لنا عتبه عشان يبقى امبابه كتكات. خط واحد. طب تساله لنا حضرتك عن الزراعات الحديثه دلوقتي، كيفيه زراعه الارض، يعني في طرق حديثه. سناش تويا لا تشوتور كروتش تشاس تشا وا كاتشو تش بس تشا تشو تروم تشا تشي يا وي تشورين بابتشينو تشو واتشو فيتي داراجي دبايا توت توت يو وريدا تو 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 تات تو 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 تات تو 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 تات تات يدو. هو بيقول لك ان دلوقتي ما عادش الفلاح بينزل الارض عندهم هناك. مفيش اي فلاح بينزل الارض، كله بالكمبيوتر. يضغط على الزرار كده يقول يا ارض اشربي تشرب. يضغط على الزرار كده يقول يا ارض زرعي البذره تنزل. بس فما بقاش رجل انا سامعه بيغني. لا هو بيقول لك ان
اچوتو چلاپتا چوت یتپاتچی جوری چلا جوری داس باچی جوری جری جری باجو دا دا دی دا 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 دی دودی رودی جو جاتی وات یو وا میوزیک. هو بيقول لحضرتك ان الزرع ده بيحس زي الانسان بالظبط. يعني الزرع ده ساعات ساعات الزرع بيتعامل زي الانسان زي البني ادمين يعني. هي ساعات الزرع بيبقى زعلان في مود مش كويس فهو يجيب الكمانجا ويشغل له مزيكا علشان يريح اعصاب الزرع يعني. هو يفضل مع الزرع كمان في الارض نفسها يحكي لهم حدوته عشان يناموا قبل النوم زي اولاده بالظبط يعني. للزرع ولا للفلاحين؟ لا للزرع. الزرع الفلاحين عندهم ما بتنامش انها بتسهر بتروح تعمل كل حاجه هي عايزاها. هم ما بينزلوش الارض بقى بالكمبيوتر مشكله يعني. طيب هل هو ما بي يعني ده بالنسبه ل... يا ريت الاستاذ علي يوري لنا بس مستر عامل ايه. هل هو شكله كده على طول ما بيتغيرش ولا دول مزروعين ولا ايه مش عارف؟ هي اتشاتوفا تشاتش تروتش بلتشان دود بات دود بات دود لا تا تا دود تا تا دود تا تاروب تا تاروب تا تاروب تا تاروب تا تاروب واجد واجد. هو بيقول لحضرتك حاجه هو بيقول تدارب تدارب لا تدارب يا جا شوري لا بجوج تدارب تدارب. هو بيقول لك انه بيعمل تجارب بس هو في حاجه يعني في الزرعتين دول هو بيحبهم لانهم صحي من النوم الصبح لقاهم يوتما يعني يوتما فهو معتز بيهم قوي يعني فبيربيهم هو بطريقته الخاصه. طيب احنا طالبين منه بس يدينا تقرير عن الارض اللي احنا واقفين فيها دي لو يجي سهلنا يعرف الارض دي صالحه فعلا لزراعه البرسيم ولا ممكن نزرع فيها حاجه تانية بعد البرسيم. مش ده سؤال كويس ولا انت ثبتها برسيم؟ شوت كاتشوت ساتشوت ما ترى ترومن شوت ساتشوت 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 جودي دي جودي تبا جودي دي تشوت بليه. هو بيسأل بس الأول مين اللي هيحاسبه؟ رونا بريجا داو جودي دي شباب 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 احنا هنحاسبه والجماعة هيحاسبوه يعني مش إشكال. جودي دي شوت ما ساتشوت ما تشوت ساتشوت شوت جودي دي جودي شوف اللي بنار ولا شوف ممكن توسعوا له شوية بعد إذنكم. لا تبوب جيبوا تشس ما حدش يكلمه علشان هو بيركز شغله بس وعده شو توجعك كده ما يبصش. لا 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 هو فاهم بيعمل ايه. شو شي سب باشا ويا جا اتشو تو باتشي انت ما شو كودي جبينا لا شو بقى هو بس هو متنرفز هو بيكلم الارض فالارض ما بتردش عليه او بترد الارض بتتكلم عربي وهو مش فاهم. طب ترجم له الارض يعني حضرتك اسمع الارض ما انا ما بعرفش الارض بتقول ايه. ما هو ده غريب جدا يعني. يونا تشوبا تشوكي تشوب ستبس جوجرسومي بوباك باك يا جاية ايه في ايه؟ جو ياكو جيو دي ورجوبا جو وات وات مش متشبعة ولا ايه؟ لا بيقول لك ان الارض فيها جرثومة جامدة جدا فيها دودة وهو ازاي انتوا بتزرعوا بالشكل ده يعني؟ راجو تشاكا جوبا بابا جوب. طب حلها ايه؟ اوه يا باتشو انتوا بتاكلوا الزرع اكل مش مظبوط المايه اللي بيشربها بتتعب معدة الزرع. جوني حلها ايه دي؟ اتشو تو ماتش ريسيت واتشو رجعت كيما كنت مع جوني انا واتشو ما واتشو يا جوجو تشا بس هو باتو جينا انا مش فاهم يا ايكو يا جوك بس يا باكت تي بي بي اتشو تو ماتش اتشو تشا 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 واتشو باي جو اتشو تشا وادو مو يا دو بو واتشو انا ماليش دعوه انا هم دول اللي بيزرعوا ما جو ما جو ما كنت بقول جو هيا شو ايه ده ايه ده يا حضرتك ده بنزين عشان لازم يحرق الارض علشان بالدوده اللي فيها والفيروس اللي فيها. يحرق الارض ايه يحرق الارض عشان طب خلاص ايه مالكوا في ايه في ايه في ايه لا 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 بس جو 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 ده خبير جو جو ده خبير ده يا جدعان بالراحه طب خلاص عليك وانت كم يوم خلاص بالراحه 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 كل ما جاي جو جو شوف 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 اشوف يا شاد بيتشن اسمعوه طيب اسمعوه هيقول ايه اسمعوه يلا وات يو جودي ده ارضك بتندى تعالى
ترجمة